حدثك عن العنوان العريض: القمة الأفريقية الروسية، قمة المصالح المشتركة، قمة الاحتياجات المتبادلة. هل يمكن أن نطلق عليها هذه التسمية وهذا الوصف؟ الحقيقة يعني هذه القمة الثانية التي تحدث بين روسيا وأفريقيا. القمة الأولى كانت في سوتشي وأيضا في روسيا 2019. 2019، وهذه النسخة تأتي في أجواء مختلفة تماما عن 2019، وبالتالي فهي قمة خاصة لها وضع معين، في واضح فعلا قمة مصالح واحتياجات، أمر واضح جدا يعني مصالح روسيا مهتمة جدا بهذه القمة، لأنها تأتي بعد قمة أمريكية عقدت في ديسمبر الماضي في واشنطن، حيث اجتمع الرئيس بايدن برؤساء الأفارقة وذكر لهم أن أمريكا عندها استعداد أنها تقدم وتقدم وتقدم، واستمع منهم إلى ما يريدون وإلى آخره. فهذه القمة الروسية تأتي في هذا الإطار. الاحتياجات الأفريقية من روسيا بالذات موضوع الحبوب، موضوع الأسمدة والسلاح، ده أساس الاحتياجات الأفريقية من روسيا يعني.